مهني مشترك للدواجن وبحضور المدير العام للمجمع المهني دكتور محمود قنون نوجه له تحية، وكذلك المربين والإطارات بمجمع صفاقس. اجتمعنا وقسمنا الكمية هذه على وقع تقسيم الكمية هذه على المربين، والمربين مشكورين نتعهدوا باش كل حد ياخذ الكمية هذه اللي مناطة بعهدته وباش يحاول يخزنها. مع العلم أنه تخزين الكل باش يصير في صفاقس، التخزين الكل عند المربين في صفاقس باش يصير ولا 80% من الكمية باش تكون في صفاقس. مع العلم أنه احنا عندنا حوالي 8 إلى 10 مليون بيضة موجودين عند المربين في صفاقس، واللي مشكورين المربين عطاوهم للمجمع، ما نساهموا بهم للمجمع على أن يقع تغييرهم بالبيض الفريش. وبالتالي احنا اليوم عندنا حوالي 10 مليون بيضة لخزن لشهر رمضان. ولكن انا نحب نغتنم الفرصة هذه اليوم. المربين معناها ثم فصل 2 من كراس شروط الانتصاب، كراس شروط هذه اللي صادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 30/9/2022 عدد 108، واللي جاء فيها كونه بالنسبة للمنشآت المنتصبة الموجودين مش كراس شروط الانتصاب، لا، في الفصل الثاني متاعها اتطرق إلى المنشآت المنتصبة، يحدد أجل ب 18 شهر ابتداء من صدور كراس الشروط هذا بالرائد الرسمي اللي هو 30/9/2024، وبالتالي الأجل هذه تعديت نهار 30/3/2024. ولكن للأسف نحن كان نعطيهم حتى 180 شهر، المربين اللي موجودين في كامل تراب الجمهورية ما ينجموش يسوي وضعيتهم. وبالتالي اليوم المربين اليوم وصلوا صوتهم للدكتور محمود قنون، واللي هو معناها قال اللي هو بيش يحاول في أقرب الأجيال الفصل 2 هذايا نحاولوا نلقاو له طريقة باش اليوم المربين يعني يسوي وضعيتهم الصحية ويتحصلوا على المصادقة الصحية ويتحصلوا على بطاقة المجمع المهني المشترك. وأنا من خلال إذاعتكم نحاول معناها إلى سيد وزير الفلاحة وإلى سيد رئيس الحكومة شوفونا حل في هذا الفصل 2 اللي هو كما نقوله يعطي مثلا شروط نتاع يلزم المجنة تكون بعيدة على الطريق 350 متر، ولكن نحن مثلا في كامل تراب الجمهورية مثلا في صفاقس في طريق المهدية في طريق منزي شاكر ولا في طريق جرمدة ولا في طريق المديجن كلها عثنية، وثنية هي معناها موجودة من أصل الدنيا في كيلومتر 12 وكيلومتر 15 المديجن موجودة، موجودين عثنية في كراس شروط اللي باش ينتصب اللي باش يعمل مجنة جديدة يقولوا له يلزمك تبعد على الطريق 350 متر. أما يجي في الفصل 2 ويقول هاتي شروط تنطبق على المنتصبين، يعني وكأن حكمنا بالأعدام على جميع المنشآت اللي موجودة في كامل تراب الجمهورية. نحن معناها كانت معناها لازمهم يحاولوا المنشآت متاعهم اللي موجودين على الطريق ولا يسكروا طرق ولا يغيروا المسار بتاع الطريق، معناها احنا وهذا حاجة ما تصيرش يعني. احنا معناها كانت عنا تعاودات من الوزير السابق أنه مش ينظر فيه الفصل 2 هذا وباش ينحيه، لكن للأسف الوزير مشى والفصل 2 قعد. إن شاء الله بحول الله الوزير هذا احنا نتوسموا فيه كل خير باش الفصل 2 هذا يعني يقع الغاؤه، وهذا يراه على منشآت الدواجن سواء دجاج اللحم أو المفارق أو الدجاج البيض كل المنتجات. فقط سؤال أخير أستاذ حسيب الفخفاخ، اليوم برشا ناس يقول لك العظم متخزنوا فيه لسيد رمضان ونحكيه على ملايين البيضات، لكن في المقابل الدجاج مش موجود في الأسواق، اللحوم والدواجن ما عندوش علاقة بعضه الموضوع حكا ولا لا ولا عنده ما عندوش علاقة بعضه. احنا ما عنده حتى علاقة بعضه. دجاج اللحم هو عنده أمهات خاصة به، واحنا نتأسفوا على الوضعية الحالية هذه، وماذا بينا لو كان معناها يقع حل جذري للأمهات والمفارق متاع دجاج اللحم، لأنه احنا عديد السنوات السابقة شركة كبرى شرات المفارق الموجودة في بر تونس الكل، واليوم هما يتحكموا في كامل المفاصل متاع الدولة. إن شاء الله بحول الله توا في الفترة الجاية إن شاء الله تجي الحلول الجذرية للقطاع هذا سواء في دجاج اللحم ولا حتى في الديك الرومي، أو حتى في الديك الرومي عندنا نقص كبير، وإن شاء الله إن شاء الله معناها الدولة تأخذ زمام الأمور وتوفر معناها. حتى احنا اليوم الدولة عندها راهو صوتها في شركة وطنية للمفارخ، ولكن للأسف ما عندهاش ديك رومي، ما عندهاش أمهات ديك رومي. إن شاء الله معناها في الفترة القادمة صوتها في تدخل معناها بكمية من أمهات في الديك الرومي وتحاول توفر الفلوس، وكذلك حتى الفلوس في دجاج اللحم،
وبالتالي ان شاء الله بحول الله تتعدل الامور. اما راهو ما عندوش علاقه بعضه، دجاج اللحم عنده مستويات انتاج ودجاج البيض عنده مستويات انتاج. وانا شفت بعض التعليق اللي يقولوا معناها احنا مش نخزنوا رمضان ومش نقصوا على السوق. انا نحب نطمن المستمع، قولوا راهو الكميات نتاع الانتاج نتاع دجاج البيض متوفره. انا نعرف زملائي اغلبيتهم عندهم العظمه المفتوح والعظمه جويده، وهذا مؤشر جيد كونه احنا مش ندخلوا في سيكل نتاع انتاج جديد. وبحول الله نطمن المستهلك كونه ما هواش باش ينقص البيض في الاسواق. وراه اخت هدى نعطيك معلومه، احنا الاسبوع اللي قبل رمضان والاسبوع الاول نتاع رمضان رانا السنه الفارطه خرجنا فيه حوالي 15-17 مليون بيضه الى جانب الانتاج اليومي. الى جانب الانتاج اليومي استهلكنا في الاسبوع هذاك اللي قبل رمضان حتى الثلاث ايام الاولى نتاع رمضان. وبالتالي راه المخزون هذايا لا بد منه، والمخزون هذايا لا معناها رانا نستهلكوه. اليوم المواطن راهو نقولوها بكل صراحه راهو ياكل في البروتيين من البيض. واضح هذايا شيء نحن نحبوه، ما واحنا نتعهدوا باش نوفروا الكميات في الاسواق. شكرا جزيلا حسيب الفخفاخ رئيس الجمعيه التونسيه لمنتجي بيض الاستهلاك، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا بخصوص مخزون البيض لشهر رمضان والاستعدادات لتوفير هذا المخزون. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا.